السلام عليكم، معكم المرضي هشام رئيس جمعية التصوف الحمدوشي وفقير فقراء الزاوية الحمدوشي بمدينة الصويرة. هذا الشريط هو كشكر من خلال الشكر للطائفة الحمدوشية لمدينة تردان اللي استضفتنا بمناسبة الموسم السنوي لهذه الأخيرة. وبهذه المناسبة نشكر جميع الساكنة ديال مدينة تردان على الضيافة، كذلك رئيس الجمعية التي تهتم بالنشاط الثقافي في مدينة تردان، وكذلك مقدم الطائفة الحمدوشية السي العنصوري وشيخ الطريقة السي إسماعيل سقرو على الضيافة وعلى حسن المعاملة. ونتمنى انه هذه المواسم تبقى محافظين عليها ويكون الناس دائما موجودين في المواسم. كانت سنه بالنسبه لجميع الطوائف اللي حضرات، لا من دمنات ولا من مراكش ولا من اسفي، اعتذر، لا من دمنات ولا من اسفي ولا من طنجه اصيله، فهناك الناس من جهه الشمال من جميع المدن، وكانوا لوحات فنيه جديده. وكان المسلم ان الهدف من هذا الشيء هو الحفاظ على التراث وهذا المولد الثقافي اللامادي باش يبقى دائما، ما يبقاش كفولكلور ولكن يكون دائما المواسم ونحافظوا على المواسم. فمره اخرى شكرا للطائفه الحمدوشيه بمدينه تردان على حسن الاستقبال وحسن الضيافه، وشكرا. الله دولة.
Thank you.
Thank you.